الأحاديث الموضوعة لها أسباب، يعني أسباب الوضع. إذا قال قائل ما الذي يحمل بعض الناس على الوضع، نقول لها أسباب. منها التعصب، التعصب لمذهب أو لطائفة أو على مذهب أو طائفة. إذا كان متعصبا لمذهب ماذا يضع؟ يضع أحاديث في مذهب. أو متعصب لطائفة مثل آل البيت يضع أحاديث في مدحهم. ولهذا كان أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، لأنهم لا يستطيعون أن يروجوا مذهبهم إلا بالكذب، إذ أن مذهبهم باطل. كل من عرف مذهبهم وقرأ مذهبهم عرف أنه من أبطل المذاهب، فلا يستطيعون أن يروجوا هذا إلا بالكذب. ولهذا كانوا أكذب الناس، لا في نقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في غيره، كما ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صحيح. إذا تأملت نقولاتهم وتأملت ما يدعونه من أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدت أنهم أكثر أهل الأهواء كذبا. طيب، هذا التعصب على 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 شخص أو طائفة أيضا يحمل على الوضع. أحاديث كثيرة رويت في ذم بني أمية، وأكثر من وضعها الرافضة، لأن بني أمية كان بينهم وبين علي بن أبي طالب ما بينهم من الحروب. التعصب للمذاهب أيضا على المذهب يوجب الوضع،